حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، أخرجه البخاري في صحيحه، لكن انتقده الإمام الدارقطني رحمه الله وقال: ما حاصله إن في سنده إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وهو ضعيف. والحافظ ابن حجر أتى للفظة المرض بشواهد كثيرة يصحح بها، أما لفظة السفر فلم يأتي لها بشاهد فيما علمت، والله أعلم.